أنا الحاجة الأولى اللي نحب نأكدها ساعة، فما بعض مواطنين يلوموا على الكنام، لكن الكنام بصفة عامة هي من المكاسب اللي يعتز بها المواطن التونسي. يكفي أن نذكر أنه بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة اللي كان المواطن نجمش يتحمل تكاليفها، أنه الكنام تتحمل بها 100%. صحيح أنه في حجم العمل وحجم الخدمات الكبيرة اللي قاعدة تأديها الكنام فما بعض نقص، وهذا طبيعي، هذا معناه كل عمل إنساني هو فيه نقص وقابل للتطوير. احنا وين يتبادر الكنام؟ وين يتبادر اي ملاحظه؟ تجينا اي ملاحظه عند مواطن يثير فيها اشكال من الاشكالات، نقوموا نعطيوها العنايه اللازمه، نقوموا بدراستها، واذا كان وقفنا على اخلال ولا نقيصه من النقائص انا نحاولوا باش نتجاوزوها ونحسنوا. هذا علاش؟ باش نطوروا الخدمات لفئه المضمون الاجتماعي ولفئه المؤسسه ككل. اذا كان نشوفوا معناها حجم النفقات السنوية اللي يوفقها الصندوق في على الأمراض، نلقاو الحجم هذا يتجاوز 1700 مليون دينار لفئة المواطن. الخدمات هذه الكل وفي معناها تهم تقريب ما أكثر من 16 مليون ملف خدمة صحية مقدمة للكنام. بالطبيعي أنه باش نجد في بعض الأحيان فما نقص، النقاص هذه احنا بالعكس ما نحجبوهاش، احنا نستغلوها، احنا ننصتوا بكل انتباه ملاحظات المواطنين، ملاحظات المضمونين الاجتماعيين، وين يقولوا لنا انه فما اخلال وين فما نقيصه، الكنام، اداره الكنام، الادارات المركزيه، الادارات الجهويه وفروعها، كلهم يعملوا التجاوز هل الاشكاليات النقاص هذا، والباش نقدموا خدمه ترتقي الى مستوى تطلعات المواطن التونسي. بالنسبة للوضعية المالية متاع الصندوق، ثم تعرفوا أن الصناديق الاجتماعية بصفة عامة تمر بظروف صعبة، ظروف حرجة، وهذا ليه أسباب. بالنسبة للكنام، هي الكنام شنو؟ الميزانية متاعها متكونة أساسا من المساهمات والاشتراكات متاع المضمونين الاجتماعيين ومتاع الأعراف متاعها. إذا كان الصناديق الاجتماعية اللي هي معناها تقوم باقتطاع المساهمات هذيك وتحويلها للكنام هي في وضعية حرجة، طبيعي جدا أنه ذلك باش ينعكس على وضعية الكنام. لكن بالرغم من هذا الكل، بالرغم من تطور نفقات العلاج، تطور سريع عفوا تطور نفقات العلاج، أنه الكنام صحيح سجلت في 2012 سجلت عجز قدر بحوالي 32 مليار، لكن في 2013 تجاوزنا العجز هذاك، والوضعية بتاع المالية بتاع الصندوق هي وضعية إيجابية. هو الحقيقة أنه جميع الدراسات أثبتت بعد 7 سنين معناها من أحداث النظام التأمين على المرض، أنه المساهمات اللي تحدد في 6-75% ما تنجمش تجاري نسق تكاليف العلاج، ارتفاع تكاليف العلاج. وبالتالي فإن 6-75% هي معناها الحقيقة مساهمة محدودة. مساهمة محدودة، ويجب التفكير في تنويع مصادر التمويل هذه باش تنجم تكون معناها في مستوى الخدمات وتخول الصندوق كذلك باش يطور الخدمات نتاعو. لأنه تعرف أنت مثلا أنه من الأول أنه الاتفاقيات اللي صارت في الانفتاح التدريجي على القطاع الخاص اخذت بعين الاعتبار انه صدرت قوائم اوليه فيما يخص مثلا القائمه، حدت بالنسبه للقائمه الامراض الثقيله والمزمنه ولا بالنسبه للعمليات الجراحيه قائمه اوليه على اساس انه يقع تطوير مثلا بالنسبه للسقف العلاج بالنسبه للمنظومه الخاصه السقف الاولاني انه باش يقع التطوير نتاعو، لكن في حدود ما تسمح به الامكانيات وميزانيه الصندوق. ميزانيه الصندوق الحاليه المعتمده على 6-75% من المساهمات راهو ما تنجمش تجاري هالنسق هذا. لجنه احدثت في اطار العقد الاجتماعي، لجنه الحمايه الاجتماعيه، وباش تقدم فيها المقترحات من جميع الاطراف، لانه الصندوق هو في الاخر راهو ينفذ سياسه، ينفذ سياسه الدوله، ينفذ قانون اللي هو احداث، لكن ما ينجمش هو انه الصندوق معناها يبدل والا يغير اي قانون ولا اي مقترح والا اي بند من البنود الا بموافقة ولا باقتراح مجلس الوطني للتأمين على المرض وبتوافق جميع الأطراف الاجتماعية. بالنسبة للمنظومة الخاصة، المنظومة الخاصة
تعرفوا اللي المنظومة هذه هي محكومة بسقف سنوي، سقف عائلي سنوي يتحدد على حسب تركيبة العائلة. السقف السنوي هذاك أولا، والحاجة الثانية أنه بالنسبة للمنخرط في المنظومة هذه يلزم يختار طبيب يسمى الطبيب العائلي، هو اللي يحدد المسار العلاجي نتاعه. يعني أنه المنخرط هذا ولا أي فرد من أفراد عائلته في الكفالة إذا كان مرض يمشي للطبيب هذا، إذا كان هو مرض عادي الطبيب هذاك هو اللي يعطيه معناها الدواء اللازم، وإذا كان معناها يستحق أنه باش يمشي المختص أو باش يجرى تحاليل أو كذا هو اللي يوجه. هوني علاش أنه قلنا الأمراض العادية هي خصها القانون بسقف، لأن عادة الأمراض هذه الأمراض الثقيلة والمزمنة والمكلفة هي ما تخضعش للسقف. الإنسان اللي عنده مرض من النوع هذا هو معناها ينتفع بتكفل بالمصاريف بنسبة 100%. بالنسبة للأمراض العرضية، الأمراض العرضية السقف هذا كيفاش يتحسب؟ يتحسب أنه المواطن وقت يمشي لمزدي الخدمة الصحية اللي يمشي للطبيب ولا يمشي للصيدلي يدفع تسبقة من نفقات العلاج تقدر ب 30%، والباقي يخلصوا الصندوق مباشرة، يدفعوا يتحملوا الصندوق. وقتاش يتحملوا الصندوق؟ معناها المواطن يمشي للطبيب ويمشي للفارماسيان ومن بعد الحلقة الأخرى هي الصندوق باش يخلص الصندوق. كيفاش يحتسب؟ علاش انت تسمع انه فما مواطنين يقول لك انا الصندوق راهو انا ما تجاوزتش السقف، هاني نحسب انا مثلا دفعت الفاتوره نحيت 30% انا خروج ما تجاوزتش السقف. الحساب ما يتمش هكاك. هو بالنسبه للادويه، الادويه هي مصنفه ساعه الادويه، فما ادويه حياتيه، فما ادويه اساسيه وادويه وسيطه وادويه برودوي دو كونفور ماهوش محسوبين. ادويه النسبه التكفل نتاعها هي 100%، والأدوية 85% وأدوية 40%، وهذا ما يعرفوش المواطن. زد أنه السعر المرجعي اللي يعتمده الصندوق في احتساب ما يتكفل به من نفقات العلاج هو سعر الدواء الجنيس الأقل ثمن. يعني أنه إذا كان فما دواء وعنده جنيس دواء مماثل ليه وهذا عدة أدوية، الصندوق ما يختار ما يحسب الا على الدواء الاقل ثمن، الدواء الاقل ثمن في الاخر في 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 العام. انه الانسان يقدم في الفاتوره نتاعو ويدفع في 30%، الصندوق يقوم بالاحتساب المبلغ الجملي اللي دفعه المواطن. اذا كان في حدود 30% ما فماش مشكل، اذا كان اقل من 30% وبقى فما مثلا نقولوا المواطن نقولوها بالعاميه معنا باش يفهمها المواطن، المواطن يسال الكنام مثلا مبلغ معين من السقف اللي دفعه، الكنام تبعث له ماده، تبعث له ماده تقول له هذا حقك، هذه مستحقاتك لانك دفعت بزايد. اما اذا كان المواطن تجاوز السقف هذاك كيف الكنام تبعث له ساعه تقول له راك تجاوز السقف وراه بالنسبه للعلاج نفقه العلاج بعد المده هذه اللي بعث لك فيها راك انت باش تحملها 100%، هذا اللي نص عليه القانون. واذا كان الكنام دفعت حاجه زايده تطلب باش يرجعها. اللي صار في السنوات الفارطه شو اللي صار؟ هو بالنسبه للايام اللي معناها السنوات الثلاثه الفارطه اللي هي بعد جات بعد الثوره، وتعرفوا انه الوضع في البلاد كيفاش كان، وهذا ماهوش راهو نتكلموا ماهوش خاص راهو بالصندوق، احنا هذا خاص بعدد معناها مؤسسات اللي معناها قائمه بحمله تو استخلاص الديون نتاعها وعدد شركات اخرى وعدد. الصندوق يبعث للمواطنين خرج لهم مراسلات، الناس اللي تجاوزوا السقف بعث لهم قال لهم راكم تجاوزوا السقف اجاو سوا وضعيات. فما ناس جات سوت وضعيات، فما ناس يقول لك انا ما وصلتنيش المراسله ما جاش، وفما برشا ناس ما جاوش. شو اللي نتج على هذاك؟ اللي ترتب عليه انه الديون تفاقمت في عضو مش يرفع هو يسوي وضعية عام ولا له عامين واثنين وثلاثة. بالنسبة للناس اللي حتى اللي قاعدة متخلدة ذمتهم ديون للصندوق، احنا ايش قلنا لهم؟ قلنا لهم راهو انتوما تجيو تعبر على حسن النية في تسوية الوضعية هذي حسب الإمكانيات نتاعك. إذا كان إمكانياتك تسمح باش تخلص المبلغ كليا مرحبا،
اذا كان امكانياتك ما تسمحش نجم تدفع اش نجم معناها تسبقه وتجدول الدين لك. معناها فما مرونه حتى في تسويه الوضعيه هذه. زيد انه هذاك كله راه الصندوق بالرغم من معناها الوضعيه هذه اللي دامت 3 سنين راه الصندوق ما قطعش خدمات على المضمون الاجتماعي. هذا مستحيل مستحيل. شوف لكنها متقدم في خدمات صحيه اجتماعيه وصحيه المضمونين الاجتماعيين عندهم حاجات صحيه متاكده. تو انت تصور معناها انسان عنده مرض مزمن ولا دواء خصوصي من ميديكامون سبيسيفيك باش يقدم مطلب بريزون شارج باش احنا نقولوا لا ما نعطيوكش. الصندوق يقولوا لا ما نعطيوكش على خاطر انت مازلت ما سويتش الوضعيه نتاعك. لا احنا يقدم المطلب نتاعو كل حاجه وحاجتها. هو المواطن احنا راهو ديما المواطن هذاك الشيء اللي نعملوا فيه والحاجه اللي معناها ديما نذكروه وديما نقولوها راهو الصندوق هذا هالمرفق هذا راهو لك انت انت تحافظ عليه باموالك انت بالمشاركات نتاعك ونتاع غيرك. الصندوق هذا قاعد يقدم في خدمات. اذا كان انت شوف الصندوق معناها حسن النيه ومعناه اذا كان انت عندك حق وتطلب خدمه الصندوق يعطيك الخدمه هذيك وبالعكس معناها حتى كان تدفع انت مبلغ زايد يرجع لك المبلغ هذاك. التقادم تقادم بعد عامين صحيح لكن بعد عامين اذا كان الكلام ما خرجتش مراسلات المواطنين فهمت. لكن علاش قلت لك انا من الاول الكلام خرجت المراسلات لكن المواطن ما جاش دونك ما فماش معناها باش الدين هذاك معناها باش يموت بالتقادم لانه الاموال هذيك هي في الاخر راهو اموال دفعت بدون موجب والقانون يحتم على الكلام باش تستخلصها.